رغم ان عمرو يوسف وكمان كندا علوش اعلنوا ان حفل زفافهم هيكون في الفندق اللي اتصور فيه مسلسل جراند اوتيل في اسوان يوم الجمعه، ولكن اتفاجئ الجميع بوجود صور من حفل زفافهم. ومع محاوله معرفه سر الصور دي عرفنا ان عمرو يوسف وكندا علوش قرروا ان يكون في فرحين، فرح فيهم هيكون للاهل والاقارب بس، وده هيكون شخصي جدا، وهو ده الفرح اللي ظهرت ليه صور وكان في احد الفنادق الكبرى في القاهره. ولكن تقريبا عمرو وكندا كانوا حريصين جدا على الحفاظ على سريه هذا الحفل، فما اعلنوش عن اي تفاصيل منه. عمرو وكندا تم الاعلان رسميا عن ارتباطهم يوم 22 نوفمبر الماضي، بعد الاعلان على طول قال ان الفرح هيكون في الفندق اللي صور فيه مسلسل جراند اوتيل. نازل احنا مش في فيلم سيما. ولا انا شاطر حسن ولا انت ست الحسن والجمال اللي هاجلها بالحصان الابيض اخدها واطير بيها. عمري ما هعرف اطلع لك البرج العالي اللي انت عايشه فيه مع اهلك. ولا عمري هنسى اللي حصل لاختي. عارف يا نازل لو كنا اتقابلنا في ظروف تانية والله العظيم ما كنت هسيبك. وفعلا لان الفرح هيكون يوم الجمعة. بدأ عمرو في دعوة أصدقائه والمقربين للفرح، وكمان تم حجز تذاكر الطيران والفندق، وكمان جهز الدعوة الخاصة بالفرح ده واللي نشرها أكتر من شخص من ضمن المدعوين. ودلوقتي كندا بتصور مسلسل حجر جهنم واللي بيشارك فيه مع شيرين رضا وأروى جودة وإياد نصار، وهو من تأليف هالة الزغندي ومن إخراج خالد علي، والمفروض يتعرض قبل رمضان لأنه من نوعية المسلسلات ال 45 حلقة. أما عمرو فشكله كده هيرجع من شهر العسل على تصوير مسلسله اللي هيدخل بيه رمضان نقطة ومن أول السطر، واللي هيشاركوا فيه ياسمين رئيس ومريم حسن ودلال عبد العزيز.